بسم الله والابن والروح القدس أمين. قال الرب يسوع: لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك يكون أيضا خادمي. من يخدمني يكرمه آب. نفسي الآن مضطربة، فماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أبتي مجد اسمك. فجاء صوت من السماء يقول: قد مجدت وسأمجد. وسمع الجمع الحاضر فقالوا: إنه رعد. وقال آخرون: إن ملاكا خاطبه. أجاب يسوع وقال: ما كان هذا الصوت من أجلي، بل من أجلكم حقا، والأمال لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. بهاليوم يلي عم نحتفل فيه بعيد القديس مارون أبي الكنيسة المارونية، يلي على اسمه بنت وامتدت عبر التاريخ لإلنا اليوم من سنة 410 بما ماتوا إلى اليوم. رينا بالإنجيل كلام يسوع اللي من عم بيقول للآب: مجد اسمك. وبيجي جواب: قد مجدت وسأمجد أيضا. الكنيسة المارونية بتقرأ النص حتى تقلنا أنه مثل ما مارون كان عم بيقرأ الإنجيل وعم بيتشبه بمعلم المسيح، تمجد مارون وتمجد بأبنائه بكنيسته عبر التاريخ. صار معروف بالعالم كله أبي الطائفة المارونية، مش الطائفة، نقول أبي الكنيسة المارونية. هالمجد يلي لا مارون ما عيشوا بالأرض. نقرأ كمان اليوم من رسالة بولس عم بيكتب لتلميذه تيموتاوس، وعم بيعدد الآلام والصعوبات يلي عايشها. وفينا نقول انه هيدا مارون عم بيكتب لأبنائه بالكنيسة وبالطائفة، وعم بيقول لهم شو عايش. رح برجع بقرأ هالجملة يلي بيعدد فيها بولس كل شيء تعذبه. لقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وثباتي واضطهاداتي وآلامي كالتي أصابتني في أنطاكيا. مارون كان من أنطاكيا بمنطقة حلب، تنسك وعيش كل هالصعوبات اللي عايشها بولس. منشان هيك الله كافأه أو أعطاه مجد، والمجد منه مجد أرضي، مش وقت اللي كان هو طيب. كان عم بيشوف الناس، صحيح عم بيجوا كتير ناس ورهبان وكلهم سوا عم بيطلبوا شفاءات، ولكن بعد موته كان المجد أكبر. وهون إذا حدا بيصير له يقرأ بكتاب كتبه الأسقف يلي إجا من بعد مارمارون عن حياة كتار من القديسين بمنطقة قورش، وبيحكي ساعتها عن مارمارون بشكل خصوصي، إنه لمن مات ضاربوا أو تحاربوا ضيعتين مع بعض المدينتين، مين بده يحصل على جثمانه؟ والغالب أخذه.
تاني شيء بموته كمان، بوقته بحياته كان كتير من الناس يجيوا عنده يطلبوا الشفاءات وشفاءات من كل الأنواع، حتى أنه وجوده على الجبل كان مثل الحديد اللي بيحطوها ضد الزواعق، كأنه هو وجوده صار يسموها باراتونير بالفرنسي إذا بيعرف شو بالعربي، هو صار وجوده فوق بيرد الضربات عن الناس وبيرد الحروب. هالشي هذا لأنه مارون قبل يعيش الإنجيل بحذافيره. إذا تنسك من تترك كل شيء، زهد بكل شيء وعيش على الجبل، شو بيتوفق له يأكل بيأكل. حتى بيقولوا أنه عيش تحت الشتي، تحت البرد، تحت الشمس، بدون بيت، بدون سقف. هذا بسموه عيش بالعراء. بده يجي من بعده تلميذ سمعان العمودي يلي عيش على العمود كمان مثله. كأنه هالطريقة هيدي يلي اختارها مارون لقاله صارت بالفعل طريقة كتير واضحة حتى يبين انه ما بقى يعيش هو إلا من نعمة الله، إن كان بالأكل أو بالشرب أو بصحته أو بهالممارسة أو بهالصمود بكل صعوبات الطبيعة يلي عم بيعيشها. وبهالقوة اللي عطيها الله كمان عطيه إمكانية إنه يبشر الوثنيين بوقته بالضيع أو بالمدن، حتى بعد رسل إلى لبنان حتى يبشروا. ومنهم إبراهيم أحد أبنائه يلي بشر بمنطقة نهر إبراهيم، منطقة جبل لبنان. وبهالوقت هذا يلي كان كل الساحل نوعا ما عم يصير في كنائس، ولكن الجبل هونيك في كل الوثنيين بعدهم حافظين على وثنيتهم. لهونيك ودى تلاميذه وهونيك أسسوا الكنيسة. وهونيك بنعرف لليوم أن الموارنة هن بناء جبال. جبال يعني بفتتوا الصخر، يعني بيشتغلوا الأرض، يعني بيكونوا مش بس أباضيات جسمياً، أوضيات بإيمانهم، صامدين بإيمانهم، هالصمود يلي عم بيحملوه إلهم وهون بلبنان وبكل العالم. أكيد هالشي اللي عاشه مارون، مارمولوس بطريقته هو عم بيحكي لتلميذه إنه كيف من الطفولة تيموتاوس نال الإيمان، ولكن ما بيكفي الطفولة، بده من الطفولة يحافظ عليه. كيف؟ إنك منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة على أن تصيرك حكيما في سبيل الخلاص، ولكن الكتاب بيعوزك كمان أنت اليوم وأنت مسؤول عن كنيسة وأسقف لشو؟ هو مفيد للتعليم. تيموتاوس بده يتعلم ويعلم، بده يوبخ، بده يقوم المعوج، وبده يأدب. كل هالسلطة يلي بولس عم بيعطيها لتيموتاوس هيدي الله عطيها لبولس لكل الأشخاص يلي بيمشوا وراء المسيح، وخصوصا للي بيصيروا نساك أو بياخذوا الإنجيل حرفيا، ساعتها بيعطيهم السلطة بالكنيسة. وهيدي هي السلطة يلي أخذها مارون وألهم أجيال وأجيال من الرهبان وألهم الكنيسة المارونية كلها. منقول اليوم نحن أبناء الكنيسة المارونية. يمكن إذا كل واحد بيوعى مش بس على تاريخه القديم، على التاريخ كله سوا وبيدرسه بيشوف إديش هالكنيسة عاشت من اضطهادات، من حروب، من مآسي، من شهود، استشهادات أو كمان حروب مباشرة أو مجازر، ما بس أيام الأتراك، قبل وبعد ولليوم، وبعدنا لليوم هالكنيسة عم بتعيش وسط الاضطهادات، ولكن إيمانها صامد، إيمانها بأبنائها، بأسقفتها، بالكهنة، بالرهبان والراهبات، وبالمؤمنين يلي اليوم منتشرين بكل العالم. بعرف ويمكن أنتم بتعرفوا أنه مش كل المؤمنين عم بيحافظوا على إيمانهم. في منهم عم بيقولوا يصيروا مودرن، عم بيصيروا حسب الظرف الحديث، حسب الجو الحديث، والجو الحديث مليء
بكل العجائب والغرائب، ولكن لما بتمسك بالإيمان الله ساعتها بيحفظني. الله هو من خلال الصلاة رئيس الطائفة أو شفيع الطائفة، وبخلال صلاته يلي عايش على هالأرض بعده لحديت اليوم عم بيعطي كمان هالنعمة إنه يحافظ على كنيسته وعلى أبنائه. عشان هيك لما بننسى هالحياة التاريخية بنصير نفتكر إنه كل شيء مع الوقت بينطفي، كل شيء مع الوقت بينتهي، والحديث بحل محل القديم. بينما المثل اللي بيقول حافظ على قديمك جديدك ما بيدوم، كمان بالإيمان، كمان بالإيمان، كل النظريات الحديثة، كل الأخلاق الحديثة، كل السلوك الحديث، شوي شوي بنكتشف وين عم بيودينا، أي خراب نفسي، أي خراب شخصي، أي خراب عائلي، أي خراب كمان بالكنيسة. الرب لما عطينا هالشخص هيك، عطي لها الأرض لهالشعب، عطي هالشخص هالقد متمسك بالإيمان، معناتها بده يعطيه دعمي عبر القرون حتى يحمل غيره، مثل ما بطرس حمل على كتافه كنيسة روما وكل شيء بتعنيه كنيسة روما، مش لأنه اسم بطرس أو لأنه باك بالتاريخ عملوا نظريات وحروب والآخر يحافظوا حالهم، لأنه الرب بده يحافظ على بطرس مثل ما قال له وأبواب الجحيم لن تقوى عليه، لن تقوى على بطرس يلي على الصخرة بنى المسيح كنيسته. عشان هيك كمان مارون الله بعد بنى كنيسة عليه، ما رح تتدمر، ما رح تروح، ولكن بدأ أبنائه يعرفوا قيمة هالبناء يلي الله عطينا إياه، يلي ثبتنا فيه بإيمان صلب، حافظ على إيماننا، نعيشه نحن وصغار، نحن وكبار، تنسبت نحن ونكون مثال لأولادنا الجايين بعدنا، يشوفونا نحن ثابتين، حتى لو ضاعوا كم فترة وكم سنة بيرجعوا بيكتشفوا الثبات بالإيمان وبيعيشوا وبيرجعوا بيفرحوا إنه بالفعل إني أبناء الشعب، أبناء الكنيسة، أبناء المسيح يلي ثبتنا بها الأرض، نثبت نحن ومنثبت أولادنا ومنثبت مستقبل الكنيسة.